عندنا إنشاء اليونت الثالث لمنظمة الأستاذ أياد جبار الخير. عندنا يقول لي أي بي الأكتيفيتي بوك صفحة 40. صفحة 40 خلي نشوفها وينها. صفحة 40 صفحة 40 من يونت 3 وما صفحة 40 هاي. صفحة 40 تمام. هاي صفحة 40 السي. صفحة 40 صفحة 40 الدرس الثامن السي. اوكي ايش يقول لي هو بالسي؟ اكتب قصتك الخاصة. قصتك your own story. قصتك الخاصة بك. with a friend مع صديق. اكتب قصة قصيرة. اكتب قصة قصيرة about a boy حول ولد او ابنية. tells lies تقول او تخبر بالاكاذيب. ابدأ once upon a time there were في واحدة المرات كان هناك. اوكي خلي نشوف النص. يقول once upon a time في احدى المرات. بس نعدلها اعزائي نقوم بتعديلها. once upon a time there was a boy playing alone في احدى المرات كان هناك ولد يلعب وحيدا in the park في المتنزه. the park was full of people المتنزه كان مملوء بالناس. then he had an idea ثم هو خطرت له فكرة. he fell himself down and shouted help هو رمى نفسه أوقع نفسه down أرضا and shouted وصرخ help النجدة أو المساعدة. my leg has broken قدمي قد ساقي قد انكسرت. some people ran to him but he was good بعض الناس ركضوا إليه ولكنه كان يعني سليما جيدا ما بيشي. he laughed loudly هو ضحك بصوت عال. they felt angry هم شعروا بالغضب with him منه. the boy did the same thing الولد قام بنفس الشيء three times ثلاث مرات. on the next days في الأيام التالية. on the fourth day في اليوم الرابع. he climbed a tree هو تسلق شجرة to get his kite للحصول على طيارته الورقية. and fell to the ground وسقط على الأرض. he shouted help هو صاح أو صرخ النجدة help help but no one believed him ولكن لم يصدقه أحد. he cried sadly هو بكى بألم.